السلام عليكم. اليوم غادي نصوبو شكيلات ديال الحلوى بدون فرن، ساهلين وبساط وفي نفس الوقت هماويين وزوينين، وفي ساعة كيتصاوبوا معاكم يعني في آخر لحظة تصوبيهم. هانتوما تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر وغيجيكم ساهلين وبساط وفي ساعة غيتصاوبوا معاكم. هنا غنبداو على بركة الله. غادي ندوزو للمقادير. عندي نص كيلو ديال الكاوكاو محمر ومقشر صافي، وكنطحنو، غير انا كنطحنوش بزاف، كنخليش فيه طروفه باينين. هنا عندي رابعه ديال الزنجلان حمرتها هي وطحنتها صافي، كنخلطهم مع بعضياتهم وكنجمعهم هنا بالعسل. ثم الا ما متوفرش عندكم زنجلان، عندكم بيمو، ديروا رابعه منه وطحنوه حتى هو وخلطوه مع كاوكاو، كيعطي حتى هو لوكو زوين. صافي جمعتهم هنا بالعسل كما كتشوفوا، مره مره كنزيد كميه ديال العسل وكنجمع حتى كيبان لي الخليط راه تجمع. نتوما اللي ما متوفرش عندكم العسل، ديروا الشكلاط، الا عندكم شكلاط ديال الدهن خدموا به، ولا عندكم شكلاط ذوبوه وجمعوا به الخليط، يعني اللي متوفر عندكم خدموا به. صافي كنجمعوا بهذه الطريقه، كيبان لي انا الخليط راه تجمع معايا مزيان، ها كنوركوا عليه بحال هكا بالاصابع صافي كيبان لنا تجمع. خديت انا هذا المول اللي عندي ديال السيليكون، ثم اي نوع ديال ليمول ديال السيليكون اللي عندكم خدموا بهم. صافي كناخذ كميه ديال الكاوكاو هو وزنجلان صافي، كنحطهم بحال هكا وكنحاول نورك عليهم بالاصبع صافي، وكنعمرهم بهذه الطريقه حتى كنبقى حتى كنكمل هاد الليمول كله بهذا الشكل بحال هكا صافي. كنبقى نضغط بالاصابع، ولا ديروا معلقه وحاولوا توركوا عليه باش يشد لكم الشكل ديال السيليكون صافي. وكنحاول ملي كنديرهم ما كنعمرهمش بزاف، كنخلي شي شويه تقريبا واحد شويه في نخوي الشكلاط، كنحاولوا ما نعمرهمش للفوق، نخليو غير شي شوي فين كنخوي الشكلاط. ديجا انا الشكلاط ذوبتو في حمام مريم صافي، ولا جاكم شكلاط عاقد زيدوا شويه ديال الزيت صافي باش يجرى لكم شي شويه صافي. كنخوي بحال هكا بهذه الطريقه كما شفتوا، كميه غير شويه صافي، وكنخويه كله على المول كله تقريبا. وهنا واحد اللقطه ما تشدتش معايا، هنا كناخذ موس وكنحاول ندوز من الفوق باش كنقادو بهذه الطريقه صافي، وكندخلوا المجمد تقريبا واحد جوج دقائق ثلاثه صافي، في ساعه كيجمد معاكم. هنا خديت هذا المول الاخر ديال السيليكون حتى هو، خديت الشكلاط هنا فيرميسيل الملون درته لتحت بحال هكا، هذا اختياري نتوما اللي متوفر عندكم خدموا به صافي. وفي نفس الوقت عاوتاني الشكلاط هو ذوبته، هنا خدمت بالشكلاط الابيض صافي، كنخويو غير واحد شويه ديال واحد الكميه بهذه الطريقه بحال هكا، كنحاول نخوي غير من الجناب وكندور بهذه الطريقه صافي. نتوما كيبقى تزين من التحت لحسب لي متوفر عندكم، عندكم سميتو عقيق اي حاجه عندكم خدموا به، اللي متوفر عندكم خدموا به صافي. كنخوي واحد الكميه بحال هكا غير شويه ماشي بزاف، وكحال كندورها بحال هكا، وكنحاول نهز المول كنخبطو شي شويه غير انا ما تشدش حتى هي هذه اللقطه صافي، وكندخلو الثلاجه حتى كيجمد غير شي شويه صافي وكنحيدو. خديت انا المول هنا الثالث، درت لي هنا عقيق، غير العقيق انا درته مع الشوكولاط كحال ما جاش باين، ثم الاحسن ما ديروش لتحت، خليو تديروه الفوق، خليو تديروه الفوق وباش يبان لكم انا مع الشوكولاط ما بانش ليا مزيان صافي. كان نكمل كل شيء بحال هكا، كندير هاد الكميه ديال الشوكولاط صافي، وكندخلهم الثلاجه حتى هما حتى كيبردوا لينا، ومن بعد كنخرجهم. هنا خديت هاد الكويقطات درت ليهم شويه ديال الشوكولاط صافي، وكناخذ كاوكاو بحال هكا شويه وكنحاول نورك عليه بحال هكا بالاصابع، هاد كناخذها كميه قليله بين وبين لحساب الكويقطات، انا درت هنا الكويقطات صغار صافي، وكنخوي فوق منهم الشوكولاط صافي. كديروا الكميه اللي بغيتو نتوما صافي، وكندخلهم الثلاجه تكيبردو. هنا من بعد هذاك ديال الورده رجعت انا خرجته
درت فوق منه مي بردنا الشوكولاط جانا جمد، كناخد كمية ديال الكاوكاو وكنديرها من الفوق بحال هكا صافي، وكندير الشوكولاتة هي البيض فوق منه بهاد الطريقة بحال هكا. كنحاول نخوي كل شيء عليهم حيت مي كنعمرهم بالكاوكاو كنخليو شوية ديال الاسباس فين كنديرو الشوكولاتة بيض صافي بحال هكا بهاد الشكل. وكنحاول انا كنمسحهم بهاد الطريقة كلهم، كنحاول نقادهم مزيان باش كيتقاد لينا الشوكولاط الابيض من الفوق، كيجينا تقاده وحده وكيتقاد معانا باش حتى ملي كيجمد كيتحيد كيجي مزيان صافي. كندخلهم حتى هما للثلاجه حتى كي يبردوا. خديت انا الاخرين حتى هما اللي درت فيهم الشوكولاط كحل، درت ليهم حتى هو كاوكاو وزنجلان، حتى هما كنضغطهم بحال هكا بالاصبع ولا بمعلقه حتى كيتقاد لينا مزيان بهذا الشكل صافي. وكان كنحي ندخلهم ندير عاوتاني الشوكولاط اللي درت لي الشوكولاط كحل من لتحت، كندير لي الشوكولاط من الفوق كحل صافي بحال هكا. كنورك بالمعلقه باش كيجينا تقاد وحده، كنخوي تا عاوتاني الشوكولاط كما شفتو ضروري كنخليو شي شويه بهاد الطريقه بحال هكا صافي. وكنحاول نقادو بالموس اللي عندنا بحال هكا حتى كيجينا متقاده وحده بهاد الطريقه باش ملي كيجمدو كنحيدو كيكون مقاد. هانتوما كلهم شكيله تجمدو، شوفوا هاد الشكيل الكيجه جا زوين. هنا زوقتو غير يعني بسيط داكشي اللي متوفر عندي، ثم التزيين كيبقى على حسب اللي بغيتو نتوما والاختيار اللي عندكم. هانتوما شفتو هاد الثانيه البيضاء حتى هي جات زوينه، والكويغطات داك مي درت الكويغطات انا درت ليهم الشوكولاط حيدتهم الكويغطات. هانتوما هادو حيدتهم انا من الكويغطات، هادشي الشكيل ديالهم زوين. نتوما لو بغيتو تخليهم في الكويغطات خليهم، هادي مي كتقسميها من الوسط كيكون من الداخل كاين كاوكاو وزنجلان. هانتوما الثانيه تا هي كيفاش جات، جا الفوق الشوكولاط والوسط كاوكاو وفي الاخر الشوكولاط. شو المنظر كي جات زوينه وهماويه وانيقه. هانتوما شو الشكيل ديالها، هادي اللي قلت لكم درت انا هذاك العقيق ديال الحلوه وما جاش باين من الفوق. نتوما خليوه تتذوقوا به من الفوق، كيجيو زوينين وهماويين وبساط وسهلين وبدون فرن، وتصوبيهم معاك سهلين تقريبا في نص ساعه حتى ثلث ساعه كيكونوا موجودين بالصحه والراحه. غير جربوهم غادي يعجبوكم وفي نفس الوقت غينفعوكم على حسب الذكرى ديال المولد النبوي.